يقين نيوز. اهلا وسهلا. موقع جديد لسه. اوكي. اول مقام حضرتك ان شاء الله يبقى استفدت. ان شاء الله. احنا طبعا سعداء بحضرتك. الله يكرمك. ان شاء الله بنستاذن حضرتك ان احنا الدروس اللي حضرتك تبقى على الموقع ان شاء الله. ان شاء الله. لا لا تحت امرك تحت امرك. النهارده الاجتماع مع طيب أردوغان، يعني حاسس بإيه النهارده؟ والله أنا سعيد جدا، لأن أنا حتى تزامن قدرا يعني قدوم أردوغان مع نزول كتابي قصة أردوغان. هو لسه نازل من 3 أيام قدرا. فهو في المطابع بقاله فترة قبل حتى ما يكرر أردوغان زيارة مصر. أنا معتبر هذه الشخصية من الشخصيات المجددة واللي يرجى من ورائها خير كثير للأمة يعني. فعملت لي كتاب كبير، وأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يجري على يديه الحق يعني. تم مقابلته قبل ذلك؟ لا لا لم يتيسر. حاجة ذهبت لتركيا وما تيسرش ان انا اكون في. هيتم اللقاء قريبا معاك؟ اتوقع في محاولة ترتيب لقاء قريب ان شاء الله. طيب شكرا. احد علماء المسلمين. ماشي. احنا استاذنا حضرتك كده بالصوت والصورة في شرايط حضرتك هنزحها على الموقع ان شاء الله. تحت امرك. الله يكرمك. شكرا. ماشي حبيبي. شكرا.